السادة الإعلاميون، السادة ممثلي الأندية الرياضية، السادة اللاعبين واللاعبات، أيها الجمهور الوفي، أيها الحضور الكريم، طبتم وطاب ممشاكم. فنحن اليوم فخورون بوجودكم بيننا، فخورون بمساندتكم لنا، فخورون إذ لبيتم دعوتنا من أجل يوم نعتبره نحن في بنادي الوفاء العرائش لكرة القدم تاريخيا، حيث نربط الماضي بالحاضر من خلال وجوه بصمت بأحرف من ذهب تاريخ كرة القدم العرائشية. نربط فيه اليوم موعدا جديدا بين الشعب وشعب وملكه من خلال تخليد ذكرى عيد العرش المجيد. نربط فيه أواصر التواصل بيننا نحن والكنوادي وجمعيات وفاعلين رياضيين ومجتمع مدني، ونبحث فيه عن الرد الجميل لرجال ونساء عملوا على إعلاء اسم العرائش في المحافل الوطنية بل والدولية، عملوا بجد بين الرياضات مختلفة، عملوا لكي يكون اليوم في العرائش فرق ونوادي، عملوا من أجل أجيال قادمة. لقد حاول نادي وفاء العرائش لكرة القدم منذ تأسيسه ترسيخ مبادئ الشكر والمحبة والاعتراف بالجميل بين الجميع، ودأب على ذلك في دوريات عدة نظمها. ولا ننكر أننا نادي ناشئ، لكننا نفتخر بشدة بلاعبين مروا هذا النادي وهم يمثلون معظم الفرق المحلية اليوم، ولاعبين لعبوا للفريق الأول بالمدينة سواء في الحسنية أو الشباب. أمثال مراد الحراق بيننا اليوم، وعصام وعمري، محمد بن حمدان، وكذلك يوسف بن فولاس، والقائمة طويلة. كما تعلمون اليوم نحن يوم نحتفي برجلين ألهب المدرجات وكسر قواعد الرياضة الواحدة، منهم من كان يستفق على رياضة كرة السلة ويمسي على كرة القدم، ومنهم من غير منحى فرق المدينة بلعبه الجميل وتواضعه ودقة يسراه. هؤلاء أدخلوا الفرح علينا ونحن صغارا، وجاء دورنا لإدخال الفرح عليهم وهم كبار. ثم تحت تصفيقاتكم رحبوا معي بمصطفى المدن وجلال سولي. جلال سولي